بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في رحاب جامعة القرآن والعلوم الإسلامية. أهلا بكم في لقاء جديد، وهو اللقاء العاشر الذي نتكلم فيه على المعالجة المحاسبية لإعادة تنظيم الشركات. بموجب هذا اللقاء سوف نتكلم على الحالة الرابعة، وهي حالة إعادة هيكلة نظام الشركة بانضمام شريك جديد. عزيزي الدارس، يمكن انضمام شريك أو شركاء جدد إلى شركات التضامن أو شركات التوصية، وذلك من خلال التوسعة في نشاط الشركة وعدم كفاية رأس المال الحالي أو رغبة في إدخال شريك جديد يتمتع بسمعة جيدة أو خبرة تجارية واسعة في مجال الشركة، أو يمتلك حقوق امتياز معينة، أو قد يكون أحد المنافسين للشركة، وغير ذلك من الأسباب التي تؤدي إلى قبول شريك جديد بانضمامه إلى الشركة أو أكثر من هذه الأسباب. وقد نصت المادة 34 من القانون التجاري 22 لسنة 1997 بشأن الشركات التجارية على أنه لا يجوز ضم شريك جديد إلى شركة التضامن إلا بموافقة سائر الشركاء. كما نصت المادة 35 من ذات القانون على أنه لا يجوز للشركة التنازل إلى الغير عن حصته إلا بموافقة جميع الشركاء أو بموافقة أغلبيتهم إذا أجاز عقد الشركة ذلك صراحة. وفي جميع الأحوال يشترط القيام بإجراء التسجيل والشهر لنفاذ التنازل بحق الغير. عزيز الدارس، بموجب الإجراءات المحاسبية المنوطة لذلك سوف نتعرف على النصوص المعينة بضم شريك جديد بموافقة جميع الشركاء وأغلبهم حسب نص القانون، مع مراعاة ما قد يترتب على ذلك من تغيير في عقد الشركة بما يوضح حقوق وواجبات الشركاء، خصوصا حصة كل منهما في رأس المال وتوزيع الأرباح والخسائر بينهما بما في ذلك الشريك الجديد، واتخاذ الإجراءات التسجيل والشهر القانونية. وينظم الشريك الجديد أو ينضم الشريك الجديد إما بسداد حصته في رأس المال نقداً أو بتقديم أصول عينية، مما يترتب عليه زيادة رأس مال الشركة، وقد ينضم بشراء حصة من رأس مال الشركاء القدامى، وبالتالي سيظل رأس المال الشركة كما هو دون زيادة أو نقصان. سوف نتعرف عزيزي الدارس على المعالجة المحاسبية التي يتمثل من خلالها انضمام شريك جديد إلى الشركة التضامنية، حيث يجعل حساب رأس المال الشركة الجديد دائناً بمقدار حصته في رأس المال، ويجعل حساب النقدية في البنك مديناً في حالة قيامه بسداد المبلغ في البنك الشركة وبقاء رأس مال الشركاء القدامى كما هو. أما إذا كان الاتفاق يقتضي بأن يشتري الشريك الجديد حصته مقابل تنازل الشركاء القدامى أو أحدهما عن حصته أو جزء منها في رأس المال، فيجعل حساب رأس مال الشركاء القدامى مديناً، بحيث تتم عملية تسليم المبلغ للشركاء القدامى من قبل الشريك الجديد خارج الدفاتر، أي في حسابات الجارية الخاصة بهم، وقد تتم عبر الشركة من خلال توسيط الحساب الجارية، والمثال التالي سوف يوضح ذلك. علماً عزيزي الدارس أننا سنفترض أثناء حل الأمثلة العملية المتعلقة بانضمام الشركاء اتفاقهم على استخدام نفس المجموعة الدفترية. سوف نتعرف على مثال بسيط يشرح فيه كيفية انضمام شريك جديد من شركاء إلى شركة التضامن، وبالتالي هذه العملية سوف توضح من خلالها كيف يتم إثبات رأس مال الشركة بإثبات رأس مال بالشركة الجديدة أو تنازل أحد الشركاء، ومن ثم قيام الشريك الجديد بدفع لهم كامل المبلغ خارج الدفاتر أو في الحسابات الجارية. مثال واحد نتكلم فيه على أن هناك شركة تضامنية تتكون من الشريكين ألف وباء، رأس مالها 15 مليون ريال مقسم بينهما بالتساوي، وفي واحد واحد وافق الشركاء على انضمام شريك جديد وهو فلنفترض أنه جيم مقابل حصة في رأس المال قدرها 5 مليون ريال. المطلوب هو إثبات كيفية انضمام الشريك الجديد في الدفاتر المحاسبية للشركة التضامنية، بافتراض أن تم زيادة رأس مال الشركة بمقدار حصة الشريك جيم الذي قدم سيارة قيمتها السوقية بمبلغ مليونين ريال، كما سدد باقي المبلغ 3 مليون ريال نقدا في حساب الشركة لدى البنك.
الافتراض الثاني وهو أن تنازل الشركاء ألف وباء عن جزء من حصتهما في رأس مال الشركة بالتساوي للشريك الجديد جيم، والذي يسدد مقابل حصته نقدا في حساب الشركة لدى البنك. طبعا حل المثال التالي بالافتراض الأول أنه يثبت فيه أن الشريك جيم قام بسداد حصته في رأس المال الشركة بدفع سيارة بمبلغ 2 مليون ريال، والباقي 3 مليون ريال دفعها نقدا. فيتم إثبات ذلك بالقيد التالي عزيز الدارس أمامك: من مذكورين السيارة ب2 مليون ريال والنقدية بالبنك ب3 مليون الفارد إلى حساب رأس المال، وبالتالي هنا زيادة رأس المال بمقدار حصة الشريك جيم، وبالتالي هنا يتم إثباتها بالقيد الظاهر أمامك. وبالتالي هنا بات تنازل كل من الشريك ألف وباء بواقع 2,500,000، وهو الافتراض الثاني. يلي ذلك إثبات الشريك جيم بسداد حصته لحساب الشركاء ألف وباء كالتالي. طبعا الافتراض الثاني وهو أن قيام الشركاء بالتنازل عن جزء من حصتهما بالتساوي أي 2,500,000 لكل شريك ألف وباء على التوالي، يتم إثباتها بالقيد الظاهر أمامك من حساب رأس المال الشريك ألف 2,500,000 والشريك باء 2,500,000 إلى حساب رأس المال بين قوسين جي. إثبات تنازل الشريكين عن جزء من حسابهما للشريك جي، ثم بعد ذلك يتم دفع حصة أو المستحق للشريكين خارج الدفاتر أو في حساب الجاري. هنا نفترض أنه تم الدفع في داخل الحساب الجاري، وبالتالي من حساب النقدية بالبنك إلى حساب جاري الشركاء الشريكين ألف وباء، وهذا يمثل القيد قيام الشريك جيم بسداد حصته في رأس مال الشركة. وقد يدفع الشريك جيم حصته في رأس المال الشريكين ألف وباء خارج نطاق الشركة أي خارج الدفاتر، وبالتالي لن يظهر القيد التالي، ولكن يفضل أن يتم ذلك في إطار الشركة بحيث يتم إثبات واقعة السداد الشريك المنضم لحصته في رأس المال. طبعا المطلوب الثاني وهو تصوير رأس المال، وهنا نلاحظ أن إثبات تصوير رأس مال الشركة بعد انضمام الشريك الجديد، وفي هذه الحالة طبعا يتمثل أن رأس المال للشريكين، طبعا رأس المال كرصيد موجود هو 15 مليون مقسما بين الشريكين 7,500,000 لكل شريك، وبالتالي هنا تم إضافة 2,500,000 و2,500,000 طبعا من الشريكين، وبالتالي تم إضافة نصيب الشريك جيم 5 مليون ريال، وبالتالي أصبح رأس المال كرصيد بمبلغ 20 مليون ريال كرصيد مرحل. وتعرفنا بموجب هذا المثال على كيفية إثبات رأس مال الشركة بانضمام شريك جديد، سواء بزيادة رأس المال أو بتنازل أحد الشركاء أو كلاهما عن نصيب الشريك الجديد. لكن بموجب القانون التجاري اليمني 22 على أنه لا بد من الموافقة أو التوافق بين الشركاء، وينص عقد الشركة على ذلك. لكن الإشكالية تكمن في أنه هناك أثناء عملية الانضمام تثار بعض الجوانب التي تتطلب معالجة محاسبية قبل انضمام الشريك الجديد، وهذه الجوانب تتمثل في المطالبة بإعادة تقييم أصول الشركة إذا كانت لا تعبر عن حقيقتها، وكذلك بالنسبة لحقوق الشركاء القدامى في الاحتياطيات والأرباح المرحلة وتسوية أرصدتهما الجارية، وأيضا بوليصة التأمين على الحياة إن وجدت ومدى رغبة الشريك الجديد في الانضمام فيها. فنلاحظ أن انضمام الشريك الجديد أثناء الفترة المالية وكيفية توزيع الأرباح والخسائر قبل عملية الانضمام، وسوف نتناول كل ما سبق بشيء من التفصيل فيما يلي. نلاحظ عزيزي الدارس أننا سوف نتعرف على إعادة التقييم، ونلاحظ مرارا وتكرارا أننا تكلمنا على عملية إعادة التقييم أثناء التعديل في عقد الشركة كما هو ملاحظ أمامنا في اللقاءات الماضية. ونلاحظ هنا أنه في حالة انضمام شريك جديد يترتب عليه إعادة هيكلة الشركة، مما يترتب عليه إظهار القيم الأصول والخصوم بقيمتها الحقيقية، وهذا يتمثل في أنه قد يطلب الشريك الجديد بإعادة تقييم أصول وخصوم الشركة وعدم القبول بالميزانية كما هي، وذلك في حالة إذا كان يشك في أن قيمة الأصول لا تعبر عن حقيقتها، ومن ثم لا تعبر عن حقيقة رأس مال الشركاء القدامى،
وعلى العكس منه فقد تأتي المطالبة بإعادة التقييم من قبل الشركاء القدامى هم نفسهم في حالة ما إذا كانت الأصول مسجلة بأقل من قيمتها الحقيقية. وفي كلتا الحالتين يتم معالجة نتائج عملية إعادة التقييم من خلال توسيط حساب إعادة التقدير، بحيث يتم إقفاله في حساب رأس المال الشركاء القدامى أو في حساباتهم الجارية بحسب الاتفاق بين الشركاء وفقا لنسبة توزيع الأرباح والخسائر قبل الانضمام. ولا تختلف المعالجة المحاسبية عن تلك التي سبق أن تناولناها في مكان آخر من نفس هذه الوحدة، وبالتحديد عندما تم عرض موضوع تعديل رأس مال الشركة، وكذلك عندما تناولنا موضوع تغيير نسب توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء. لكن هنا مثال بسيط جدا عزيزي الدارس، سوف نتعرف من خلال هذا المثال على كيفية إعادة تقييم أصول الشركة في أثناء انضمام الشركة الجديدة. نلاحظ أن ألف وباء شركاء في شركة تضامنية يقتسمان الأرباح والخسائر بينهما بنسبة 3-2 على التوالي، وكانت ميزانية الشركة في 1:10 على النحو التالي. هنا أرصد مدينة متمثلة في بنك ومدينون ب1,400,000، وكذلك البضاعة ب1,600,000، و1,200,000 سيارات، و4,000,000 عبارة عن عقارات. الأصل الدائنة عبارة عن 8 مليون ريال رأس المال مقسما بين الشريكين ألف بنسبة 5 مليون، وكذلك الشريك باء بنسبة 3 مليون. ونلاحظ هنا أن 2 مليون ريال عبارة عن دائنون، وكذلك دائنون، وقد تم الاتفاق بين الشركاء على انضمام شريك جديد وهو جيم إلى الشركة مقابل حصته في رأس المال قدرها 2,500,000، يدفعها في البنك الخاص بالشركة على أن يعاد تقييم أصول وخصوم الشركة، بحيث يتم تعديل حصص الشركاء ألف وباء في رأس المال وفقا للقيم السوقية للأصول العادلة بموجب أصول الشركة. فإذا علمت أنه عند إعادة عملية إعادة تقييم قد وافق الشركاء على النحو التالي، نلاحظ أنه توجد ديون معدومة بمبلغ 100,000 ريال، وتبلغ القيمة السوقية للبضاعة 1,900,000 ريال، ويعاد تقييم كل من السيارات والعقارات بحيث تصبح 2,400,000 و4,500,000 على التوالي. المطلوب هو تسجيل قيود اليومية اللازمة لإثبات الاتفاق السابق وإعداد الميزانية العمومية بعد الانضمام في 1:10. نلاحظ هنا أنه لا بد من إعادة تقييم. أولاً يثبت حصة الشريك في رأس المال بدفعه مبلغه المقدر بمبلغ 1,500,000 بالقيد التالي من حساب النقدية بالبنك إلى حساب رأس المال الشريك جيم، ثم بعد ذلك يثبت إعادة تقدير. ونلاحظ هنا أن عملية إعادة تقدير يترتب عليها خسارة تقدير متمثلة في أن المدينين نقصوا بمبلغ 100,000 ريال وهي ديون معدومة، وكذلك السيارات بمبلغ 200,000 ريال. نلاحظ أن خسائر التقدير متمثلة في 300,000 ريال الظاهرة أمام. ونلاحظ هنا أن هناك أيضا أرباح تقدير متمثلة في أن البضاعة زادت بمبلغ 300,000 ريال، وكذلك العقارات زادت بمبلغ 500,000 ريال، وبالتالي هناك أرباح تقدير بمبلغ 800,000 ريال. ونلاحظ هنا أن الفرق بين 300,000 و800,000 ريال الخسائر والأرباح متمثلة في أرباح تقدير صافية ترحل إلى رأس مال الشركاء وتوزع بين الشريكين السابقين والقدامى بنسبة توزيع رأس أو بنسبة توزيع الأرباح والخسائر بينهما السابقة قبل الانضمام. ونلاحظ بهذا القيد من حساب إعادة تقدير إلى حساب رأس المال 500,000 ريال مقسمة بنسبة 3-2، 300,000 للشريك ألف و200,000 للشريك باء، وهذا متمثل في إقفالها. ونلاحظ هنا أن ميزانية الشركة بعد عملية إعادة تقديم أو التغيير متمثلة في انضمام شريك جديد متمثل برأس مال قدره 2,500,000، وبالتالي رأس مال الشركة أصبح 11 مليون ريال. ونلاحظ هنا أن 11 مليون متمثلة هذه 11 مليون في 5 مليون و3 مليون اللي هي 8 مليون السابقة، بالإضافة إلى 500,000 ريال أرباح التقدير لكل من الشريكين وتم إضافتهما إلى حصتهما في رأس المال كما هو مبين أمامك، وكذلك نسبة أو حصة الشريك الجديد جيم 1,500,000 في الإجمالي 11 مليون. بالنسبة للالتزامات الدائنون 2 مليون ريال، أما أصول الشركة المتداولة متمثلة في البنك والمدينون والبضاعة وهذه بحسب القيمة العادلة لها أي القيمة الجديدة، أما أصول الشركة السيارات والعقارات أيضا بحسب الزيادة
في قيمتها، وبالتالي نلاحظ أن الميزانية متساوية. وافترضنا أن الشركاء اتفقوا على إبقاء حصة كل من الشريك ألف وباء في رأس المال كما هي قبل الانضمام، فتتم تسوية نتائج إعادة تقدير في حساباتهم الجارية وتصبح الميزانية على النحو التالي. نلاحظ هنا أن الميزانية طبعا بعد أن تم التسوية، نلاحظ أنها الميزانية نلاحظ أن 10,500,000 طبعا هذه عبارة عن رأس المال، وأما الجاري هي 500,000 ريال وهي أرباحهما الموزعة من إعادة التقدير، وأما الدائنون وحقوق الخاصة بالشركة فهي 2,000,000، ونلاحظ هنا أن أصول الشركة المتداولة والثابتة ب13,000,000 وهي الظاهرة أمامه. نلاحظ هنا عزيزي الدارس أن الحالة الأولى وهي إعادة تقييم لأصول وخصوم الشركة قد تمت إيجاد كافة العمليات الخاصة بها. ننتقل إلى المرحلة الثانية أو الحالة الثانية وهي المتمثلة في الاحتياطيات والأرباح المرحلة السابقة. قد تكون هناك أرباح مجمعة من سنوات سابقة على هيئة أرباح محتجزة واحتياطيات، وهي من حق الشركاء القدامى باعتبارهما أرباح لم توزع عليهما في الماضي، واحتجزت بغرض دعم المركز المالي للشركة أو لمقابلة التوسع في نشاطها في المستقبل. ويجب تسوية هذه الاحتياطيات قبل انضمام الشريك الجديد، إما بتوزيعهما على الشركاء القدامى أو قيام الشريك الجديد بتعويض الشركة أو شركاء القدامى. ونلاحظ هنا أن توزيع الاحتياطيات بين الشركاء القدامى، يتم التوزيع الاحتياطيات بين الشركاء القدامى بنسبة توزيع الأرباح والخسائر بينهما قبل الانضمام، ويتم إثبات ذلك بجعل حساب الاحتياطيات مدينا وحساب رأس مالهما أو حساباتهما الجارية في حسابات الشركة حسب الاتفاق دائما. أما في حالة وجود خسائر مرحلة فيجري الجيت بالعكس، أي يجعل حساب الاحتياطيات دائما وكذلك حساب رأس المال أو الخسائر عفوا دائما وحساب رأس المال أو حساباتهما الجارية مدين. طبعا مثال بسيط جدا يوضح لنا كيفية توزيع الاحتياطيات الخاصة المحتجزة بالشركاء القدامى، وهي من حق من حقوق كما ذكرنا الشركاء القدامى. فهنا شريكين سين وصاد شركاء في شركة تضامنية يقتسمان الأرباح والخسائر بنسبة أو بالتساوي بينهما في 1-1. وافق الشركاء أو الشريكان على انضمام شريك جديد عين، وتقرر توزيع الاحتياطيات بين الشركاء القدامى وتعلية لحساب رأس المال. فإذا علمت أن رصيد الاحتياطي يبلغ 3,000,000 ريال، المطلوب إثبات القيود اللازمة. نلاحظ هنا من حساب الاحتياطي العام إلى حساب رأس المال تم توزيعه بين الشركاء بنسبة القديمة طبعا بالتساوي بينهما، وبالتالي تم توزيعه 1,500,000 لكلا الشركاء، وتم توزيعه بموجب القيد التالي. طبعا هذه طبعا عملية الحالة الثانية وهي عملية توزيع الاحتياطيات. أما بالنسبة طبعا الحالة الأولى وهي مباشرة التوزيع بين الشركاء، الحالة الثانية في الحالة الثانية نفسها هي مساهمة الشريك الجديد في الاحتياطيات. إذا قررت الشركاء عدم توزيع الاحتياطيات وهذا يعني إرجاء عملية توزيعهما للمستقبل بين الشركاء جميعا بما فيهما الشريك المنضم، بحيث يسدد الشريك المنضم نصيبه في الاحتياطيات تعويضا للشركاء القدامى، مع ملاحظة تسوية حقوق الشركاء القدامى وفقا لنسبة توزيع الأرباح والخسائر بعد الانضمام. والمثال التالي يوضح العملية المتمثلة في مساهمة الشريك الجديد في الاحتياطيات. فلنفترض أنه في نفس البيانات المثال السابق، مع مراعاة أنه تم الاتفاق على عدم توزيع الاحتياطيات العام أو الاحتياطي العام، بحيث يقوم الشريك عين بدفع نصيبه في حساب الشركة بالبنك وتعويض الشركاء عبر حساباتهم الجارية وعدم تعلية رأس مال الشركاء القدامى، يتم المطلوب بذلك إثبات القيود اليومية اللازمة بافتراض أنه يقسم الشركاء الثلاثة الأرباح والخسائر بعد الانضمام بالتساوي، تصبح نسبة توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء الثلاث بعد الانضمام 3:2:1 على التوالي. فنلاحظ هنا حل المثال في ظل إثبات نسبة توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء القدامى وعدم تغييرها بعد الانضمام الشريك الجديد بالتساوي، يقوم الشريك عين بسداد نصيبه في الاحتياطيات بمقدار الثلث، وهو المبلغ الذي سيحصل عليه مستقبلا إذا ما تم توزيع الاحتياطيات بين الشركاء، وبالتالي 3,000,000 على 3 تساوي 1,000,000،
ومذكرة تسوية تالية توضح نصيب كل شريك فقط، وبالتالي بعد الانضمام. نلاحظ أن المذكرة التسوية ظاهرة أمامك في الشاشة، البيانات متمثلة في بيانات كل من الشريك سين وصاد وعين والإجمالي. فنلاحظ هنا توزيع الاحتياطيات قبل الانضمام بالتساوي اللي هي 1,500,000 1,500,000 في الإجمالي 3,000,000، وبالتالي أما توزيع الاحتياطيات بعد الانضمام بالتساوي 1,000,000 1,000,000، وبالتالي هي 3,000,000. نلاحظ هنا الفرق بالزيادة أو النقص. نلاحظ أن الشريك سين إذا تم 1,500,000 طبعا ناقصا 1,500,000 للشريك سين، ونلاحظ أيضا للشريك صاد أيضا 500,000 ريال، وعلى الشريك عين 1,000,000 ريال. فنلاحظ أنه يتم دفعها بالجيت التالي من حساب النقدية في البنك إلى جاري الشركاء شريك ألف والشريك باء سداد الشريك عين لنصيبه في الاحتياطيات بمبلغ 1,000,000 ريال. ثانيا، في ظل الافتراض الثاني وهو تغيير نسب توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء القدامى بعد الانضمام، ينبغي إعداد مذكرة تسوية للتوضيح مقدار الضرر الذي سيلحق بكل من الشريك سين والشريك صاد نتيجة لعدم توزيع الاحتياطي العام على النحو التالي. نلاحظ أن مذكرة التسوية تبين التالي: أن التوزيع قبل الانضمام بالتساوي 1,500,000 للشريك سين و 1,500,000 للشريك صاد، وأما للشريك عين طبعا لا يوجد، وبالتالي الإجمالي 3,000,000. توزيع الاحتياطيات بعد الانضمام بنسبة 3:2:1 1,500,000 1,500,000 ريال، وبالتالي نلاحظ أن الشريك سين طبعا لا يوجد لا زيادة ولا نقص، أما الشريك صاد فله 500,000 ريال، وعلى الشريك عين دفع مبلغ 500,000 ريال للشريك صاد. ويمكن توضيح المذكرة بعدم وجود نقص في نصيب الشريك سين نتيجة للانضمام، على عكس الشريك صاد الذي نقص من نصيبه بمقدار 500,000 ريال، وهو المبلغ الذي سيستفيد منه الشريك الجديد عين، وبالتالي سنلاحظ هنا أن التعويض سيترتب عليه قيام الشريك عين بسداد الشريك صاد بالقيد التالي من حساب النقدية بالبنك إلى حساب جاري الشريك أو جاري الشركاء الشريك صاد بمبلغ 500,000 ريال. طبعا هذه الحالة الثانية. أما الحالة الثالثة متمثلة في بوليصة التأمين على الحياة إن وجدت. طبعا إن وجدت هناك بوليصة تأمين على الحياة مؤمنة للشركاء القدامى وأراد الشريك الجديد أن ينضم إلى هذه البوليصة، فتهدف المعالجة المحاسبية للبوليصة التأمين إلى تحديد حقوق الشركاء القدامى قبل عملية الانضمام، بحيث تختلف المعالجة المحاسبية حسب الطريقة التي يتم اتباعها في معالجة أقساط التأمين المدفوعة لشركة التأمين للفترة التي سبقت عملية الانضمام، ومدى وجود رصيد للبوليصة في الدفاتر وعلى النحو التالي. نلاحظ هنا عدم وجود رصيد للبوليصة بالدفاتر، سوف نعالج ذلك محاسبين، أي أن الشركة كانت تعالج أقساط التأمين المدفوعة سنويا كمصروف إيرادي، فيقفل في نهاية السنة المالية في حساب توزيع الأرباح والخسائر، ولا يوجد رصيد لحساب البوليصة ضمن أصول الشركة، أي هناك أصل طبعا مستتر. وفي هذه الحالة تتوقف المعالجة حسب الاتفاق بين الشركاء، فإذا اتفقوا على إظهارها في الدفاتر يتم إثباتها بالقيمة الحالية بجعل حساب بوليصة التأمين مدينا وحساب جاري الشركاء دائنا بقيمة هذه البوليصة، حيث يتم توزيعها بين الشركاء القدامى بنسبة توزيع الأرباح والخسائر قبل الانضمام. أما إذا تم الاتفاق على إبقائها كأصل مستتر، فيعني أن الشريك الجديد سيقوم بدفع مبلغ للمساهمة في البوليصة، وهذا المبلغ بمثابة تعويض للشركاء القدامى باعتبارهما سيتنازلون عن جزء من حقوقهما في البوليصة للشريك المنضم الجديد، ويتم إثبات ذلك بجعل حساب النقدية مدينا وحساب جاري الشركاء دائنا، مع الأخذ في الاعتبار إعداد مذكرة تسوية بين الشركاء بعد عملية الانضمام. طبعا مثال هنا يوضح العملية ويوضح الإجراءات المحاسبية في حالة إبقائها مستترة أو إظهارها بالقيمة الحالية. نلاحظ أن شريكين، طبعا مثال هنا موضح أمامك، أن شريكين ألف وباء شركاء في شركة تضامنية يقتسمان الأرباح والخسائر بالتساوي، وفي 31/12 وافق الشريكين أو الشريكان على انضمام شريك جديد عين، فإذا علمت أن الشركة سبق وأن أمنت على حياة الشركاء ببوليصة تأمين ويتم معالجة القسط السنوي كمصروف إيرادي، وكانت القيمة
القيمة الحالية للبوليصة في تاريخ الانضمام أو القيمة الحالية بمبلغ 1,800,000 ريال. المطلوب إجراء المعالجة المحاسبية للبوليصات التأمين بافتراض أن الشركاء اتفقوا على 1. إظهار البوليصة بالقيمة الحالية، 2. بقاء البوليصة كأصل مستتر، وقيام الشريك جيم بتعويض الشركاء ألف وباء بأن يدفع نصيبه في حساب الشركاء لدى البنك، علما بأن الشركاء ألف وباء وجيم سيقتسمون الأرباح والخسائر بعد الانضمام بالتساوي. 3. بقاء البوليصة كأصل مستتر، ويساهم الشريك جيم في البوليصة على أن تصبح نسبة توزيع الأرباح والخسائر بينهما بعد الانضمام 4-3-2 على التوالي. نلاحظ حل المثال بموجب الافتراض الأول أنه يتم توزيع القيمة الحالية للبوليصة بين الشريكين ألف وباء بالتساوي بموجب القيد التالي، من حساب بوليصة التأمين على الحياة إلى حساب جاري الشركاء، طبعا مقسمة بحسب قيمتها الحالية بالتساوي 900,000 للشريك ألف وباء على التوالي. ستظهر بوليصة التأمين على الحياة في الميزانية العمومية ضمن الأصول بمقدار 1,800,000 ريال. طبعا هذا الافتراض الأول. الافتراض الثاني، يتم تحديد مساهمة الشريك جيم في البوليصة بمقدار الثلث، وبالتالي باعتبار اقتسام الأرباح والخسائر، يعني 1,800,000 في الثلث، الأرباح والخسائر ستكون بالتساوي بينهما بمبلغ 600,000 ريال بين الشركاء الثلاث، وبالتالي هنا من حساب النقدية في البنك إلى حساب جاري الشركاء ألف وباء 300 لكل منهم. ونلاحظ هنا طبعا أنه لن تظهر بوليصة التأمين ضمن الميزانية العمومية للشركة بعد الانضمام. أما بالنسبة للافتراض الثالث، ونظرا لتغيير نسب توزيع الأرباح والخسائر بينهما، فيجب إعداد مذكرة تسوية. هذه المذكرة ستوضح بموجب الجدول التالي. فتوزيع البوليصة قبل الانضمام بالتساوي 900,000 للشريك سين، وللشريك صاد 900,000، أما للشريك عين طبعا لا يوجد هناك أي مبلغ محدد له، وبالتالي الإجمالي 1,800,000. توزيع البوليصة بعد الانضمام بمبلغ 4-3-2، نلاحظ هنا 4,800,000 للشريك سين، و 600,000 للشريك صاد، و 400,000 للشريك عين، وبالتالي الإجمالي 1,800,000. فالفرق بين الزيادة أو النقص، نلاحظ أن للشريك سين مبلغ 100,000 ريال، وللشريك صاد مبلغ 300,000 ريال، وعلى الشريك عين مبلغ 400,000 ريال. ويتضح أن شريك جيم سيستفيد نتيجة انضمامه من قيمة البوليصة مستقبلا بمبلغ 400,000 ريال، وهو المبلغ الذي سيقوم بدفعه في حين سيكون هذا المبلغ موزع بين شركاء ألف وباء تعويضا لهما بمقدار 100,000 ريال و300,000 ريال على التوالي بالقيد الآتي، وسيدفع هذا المبلغ بالقيد الآتي من حساب النقدية بالبنك إلى حساب جاري الشركاء الشريك ألف 100,000 والشريك باء 300,000 ريال. ونلاحظ هنا أن مساهمة الشريك جيم في بوليصة التأمين. نلاحظ هنا طبعا وجود بوليصة أو رصيد للبوليصة في الدفاتر. طبعا هناك في الحالة الأولى هي عدم وجود أي رصيد للبوليصة في الدفاتر. أما في حالة وجود رصيد للبوليصة في الدفاتر، أي أن الشركة تقوم بمعالجة قسط التأمين المدفوع سنويا كمصروف رأس مالي، وبالتالي ينبغي إعادة تقييم البوليصة بالقيمة الحالية وإثبات الفارق بين قيمتها الإسمية الظاهرة في الدفاتر وقيمتها الحالية، ويتحمل هذه الخسارة الشركاء القدامى حسب نسبة توزيع الأرباح والخسائر بينهما قبل الانضمام، ويتم إثبات ذلك بجعل حساب جاري الشركاء مدينا وحساب البوليصة التأمين داينا. أما إذا كانت الشركة تقوم بإعادة تقييم بوليصة التأمين سنويا، فلا توجد حاجة لإجراء أي تسوية في تاريخ الانضمام باعتبارها تمثل قيمة البوليصة الظاهرة في الدفاتر مع قيمتها الحالية. هنا مثال بسيط طبعا يوضح هذه العملية بالأساس، بافتراض أنه نفس البيانات للمثال السابق مع مراعاة أن الشركة تعالج قسط التأمين كمصروف رأس مالي وليس طبعا إرادي، وتظهر البوليصة بقيمتها الإسمية حيث بلغت مجموعة الأقساط المدفوعة حتى نهاية السنة مبلغ 1,100,000 ريال. المطلوب إجراء المعالجة المحاسبية للبوليصة بمناسبة انضمام الشريك جيم، حيث تمت التسوية عن طريق توسيط الحسابات الجارية للشركاء مع مراعاة اقتسام الأرباح والخسائر بين الشركاء بعد الانضمام بالتساوي. نلاحظ حل المثال تتمثل
طبعا الخسارة هنا في الفرق بين القيمة الاسمية والقيمة الحالية للبوليصة، ونلاحظ أن المبلغ 300 ألف ريال أي مليونين ومئة ناقصا مليون وثمانمائة، ويتم توزيعها بين الشركاء بالتساوي كالتالي: من حساب الجاري 150 ألف وكذا للشريك ألف، و150 ألف للشريك باء، ونلاحظ إلى حساب بوليصة التأمين على الحياة، وستظهر بوليصة التأمين على الحياة في الميزانية بمبلغ مليون وثمانمائة ألف ريال. طبعا هذه طبعا عزيزي الدارس نهاية الإجراءات المحاسبية التي ترتبت عليها انضمام شريك جديد، وما هي الإجراءات الخاصة بعملية التعديلات التي طرأت على أصول وخصوم الشركة، وكذلك طرأت على قسط التأمين، وكذلك طرأت على الأرباح المحتجزة وكذلك الاحتياطيات. في نهاية هذا اللقاء عزيزي الدارس سوف نتعرف على بعض الأمثلة أو التدريبات الخاصة بهذه اللقاء، متمثل في إجابة بصح وخطأ على الأسئلة التالية: يجوز ضم شريك جديد إلى شركة التضامن بدون موافقة سائر الشركاء؟ السؤال الثاني: عند انضمام شريك جديد لا بد من إعادة تقييم الأصول والخصوم الخاصة بالشركة. طبعا السؤال الثاني متمثل في اختيار الإجابة الصحيحة من بين البدائل: إذا كان الاتفاق يقتضي بأن يشتري الشريك الجديد حصته مقابل تنازل الشركاء القدامى أو أحدهما عن حصته أو جزء منها في رأس المال، فيجعل حساب أو الحساب المدين حساب النقدية ألف، أو حساب رأس المال الشريك، أو حساب جاري الشركاء. شكرا لكم على حسن الإصغاء، على أمل اللقاء معكم في اللقاءات القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.